في القرن 21 اللي سمي بعصر المعرفة، مؤسسات التعليم العالي تكتسب أهمية خاصة، لأنها هي التي من يعني جامعات والمعاهد هي التي تنتج المعرفة وتنشرها عبر برامجها ونشاطاتها البحثية. لكن قطاع منظومة التعليم العالي في شتى أنحاء العالم تواجه تحديات كبيرة في هذا العصر، أهمها توفير فرص الالتحاق بالتعليم العالي، تمويل التعليم العالي الذي أصبح مكلف جدا جدا، أيضا العلاقة بين الجامعات وسوق العمل، دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا الكتاب يبحث في جملة هذه التحديات ويطرح حلول لها، أو يستعرض التجارب العالمية في إيجاد حلول لها، ويحلل هذه التجارب ويستلهم منها الحلول التي تناسب الواقع السوري. طبعا كما يستعرض التطورات التي طرأت على هذا القطاع، قطاع التعليم العالي في الإقليميا وعالميا، سواء في مجال حاكمية هذا القطاع أم في مجال تمويله أم في بالنسبة للمبادرات الوطنية التي اتخذتها بعض الدول لتحسين تصنيف الجامعات وتطوير هذا القطاع.